فاغلق عليك أبوابك، أبواب مرجعيتك إلى يوم الدين، فإن الناس يحتاجون من يمثلهم في وقت الملمات، ولا يحتاجون من ينصحهم عن أهمية لعبة البوبجي أو عن مخاطرها. فاختر بين اثنتين، اختر بين العزة مع الشعب العراقي، أو اختر أن تبقى مع دجاج الكفيف. خاف ببالك اختارت وقت معين تلبس بيه زيتون وبيرية وتتجاوز على مرجع لا أنت ولا اللي وراك يوصل مدارسة، لا أنا أوقفك عد حدك وأذكرك أنه هذا السيد أنعم الله عليه لأن حم أخواننا السنة قبل الشيعة بوقت الطائفية مشتعلة وبوقت دخول دا والفتوى اللي أطلقها لحماية العراق وتحرير العراق دين برقبة كل عراقي.